وقد انطلقت أولى ندوات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان مستقبل الأعلام الخليجي بحضور عدد من المسؤولين الخليجيين وأكثر من 200 مشارك، وذلك تأكيدا على اهتمام الجهات المعنية بتطوير أدواتها الإعلامية ومشاركتها للجماهير للوصول إلى نقطة التقاء تثري القطاع الإعلامي. في اليوم الأول من بدء فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون انطلقت ندوة مستقبل الإعلام الخليجي بمشاركة من المختصين والإعلاميين لمناقشة القضايا المستقبلية الهامة التي تعنى بتفعيل واستخدام الأدوات الحديثة بشكلها المناسب من أجل تطوير عمل الإعلام الخليجي. المشاركون أكدوا خلال النقاش أهمية تطوير المحتوى ومواكبة التحديات والقدرة على استدامة التنافسية في المجال الإعلامي. هذه الندوة ركزت على واقع ومستقبل الإعلام الخليجي، وكانت هناك عدة أطروحات من رؤساء الوفود المختلفة. ركزنا على أهمية إكساب السوشيال ميديا وشباب السوشيال ميديا إلى أجهزة التلفزيون الخليج، بحيث يكون هؤلاء الشباب شركاء حقيقيين في صناعة ومحتوى المادة الإعلامية التلفزيونية. تحدثوا بشفافية رائعة جدا، وصفوا الخلل، وضعوا أيديهم على الجرح وأوجدوا الحلول، تناقشوا كثيرا حول أهمية إشراك الشباب، اهتمام بالمحتوى التنافسية، النظر للمستقبل برؤية واضحة، أيضا أن يكون هناك توافق بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، وأيضا ذكروا أنه تكرار كلمة مستقبل فيها تخوف، والتخوف دائما إيجابي، وبإذن الله أن ترى هذه الندوة النور من خلال التوصيات التي كتبت، وبإذن الله ستنفذ على أرض الواقع. ضبط السلوك الإعلامي ومواجهة الهواجس والحديث بكل شفافية عن الواقع الإعلامي الخليجي كانت من أهم المواضيع التي أفضت إلى توصيات هامة لدعم التطور الإعلامي بشكل يواكب التغيرات العالمية. في أول ندوة للمهرجان نوقش مستقبل الإعلام الخليجي الذي قفز بثلاثة من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الحديث إثر محافظته على أصالة الموثوقية وتطور المحتوى بشكل مستمر. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.